La constitution de l'AFFT quand même. تمنيته اولا هنأته بالثقة الملكية، هنأته كذلك بثقة الناخب واعي بما يفرضه تفرضه هذه الثقة من عمل من اجل التعبير عن توجهات البلاد في هذه المرحلة. طبعا نحن كحزب وكحساسية مجتمعية نعبر من خلالكم عن تأييدنا للتوجهات التي تخدم مصلحة الناخب المغربي في هذه المرحلة الدقيقة التي انتقل فيها المغرب من مشروع دولة إسلامية إلى مشروع دولة ليبرالية ديمقراطية اجتماعية. هذا المشروع طبعا يحتاج إلى دعم كل الفئات وكل قنوات التنشئة الاجتماعية بما فيها وسائل الإعلام من أجل خدمة القيم المجتمعية التي ستؤهل وتعضد ما تقوم به البلاد كقوة إقليمية صاعدة في ربح رهانات الدفاع عن مصلحة الوطن والمواطن. شكرا لكم. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.